أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بالوكالة وليد البحر على أهمية دور الصندوق في دعم جهود التنمية والمشاريع الهادفة لرفع مستوى المعيشة في المنطقة العربية. وأعرب البحر في كلمة خلال تسلم جائزة عبد اللطيف الحمد لأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي عن الاعتزاز والامتنان لتسلم هذه الجائزة نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. جملة من القرارات خرج بها اجتماع الهيئات المالية العربية في اجتماعها بالعاصمة الإدارية المصرية، وذلك بمشاركة دولة الكويت وحضور وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية الدكتور أنور المضف، حيث تمت الموافقة بالإجماع على مقترح دولة الكويت بتخصيص 10% من أرباح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لدعم الأشقاء في فلسطين، وذلك في الاجتماع الذي شهد مشاركة العديد من الهيئات الاقتصادية الكويتية. الاجتماع التعطيلي هو دور المؤسسات التنموية العربية اللي تكون فيها صناديق الحقيقة لها نشاط كبير في الدول العربية، بعضها لها نشاط في دول أفريقية، بعضها تشمل دول ليست فقط عربية، تشمل دول أخرى مثل ما ذكرت اليوم الصندوق الكويتي. كل المنظمات والهيئات العربية متواجدة لتحقيق هذا التكامل، ونشوف في خطوات يعني جدية جدا أمانة، وتنطلق من منطلقات جيدة وراسخة. الاجتماع أيضا شهد الموافقة على تعيين مرشح الكويت راشد الهارون لرئاسة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، كما شهد الاجتماع أيضا فوز الصندوق الكويتي للتنمية بجائزة عبد اللطيف الحمد لأفضل مشروع تنموي في العالم العربي، وذلك عن مشروع محطة معالجة مصرف بحر البقر المقام في مصر. الصندوق الكويتي استلم الجائزة لمشروع مياه بحر البقر. طبعا مشروع مياه بحر البقر ساهم الصندوق في الكويتي في تمويله في عدة قروض. هذا المشروع له دور كبير في موضوع اللي هو التنمية المستدامة، خصوصا تحقيق الهدف السادس اللي هو تحقيق مياه صالحة للشرب وفي وضع أوضاع صحية، وكذلك يساعد على خلق فرص عمل. دولة الكويت عضو مساهم وداعم لعمليات المصرف كجزء من مجلس الإدارة المصرف، وأيضا رئاسته اليوم لمجلس المحافظين. عمل الكويت في دعمنا سواء مع الصناديق اللي موجودة في دولة الكويت، دائما المصرف يقوم بتمويل القطاع العام أو القطاعات الخاصة بالتعاون مع الصناديق اللي موجودة في مجلس التعاون الخليجي، ومن أهمها اللي موجودة في الكويت. من العاصمة الإدارية ياسر سعد، تلفزيون دولة الكويت.